من اخ واخت انا 16 مدرب هيك 16 شحال المدربين المدربين 12 اللي كاينين في المقر كاين شي واحدين المقرديه كان الاخوان ما قدروش يعني ما قدروش يجلسوا هنا والاصدقاء والصديقات لا في الحزب الاشتراكي موحد فرد الدار دابا اللي جاي المكتب السياسي جينا باش نتضامنوا معكم وتضامننا ديجا يعني انتم عارفين يعني خلال يعني الرفيق منيب لا في البودكاست اللي دارت ولا في التصريحات ولا في اللقاء اللي دارت مع مجموعه ديال الممثلين ديالكم اولا كان نحييو النضالات ديالكم وندعوكم للمزيد من الصمود ومن الوحده باش توصلوا للمطالب ديالكم والمطالب ديالكم ليست فقط مطالب ديالكم مع مطالب ديال الاجيال الجايه ضد هذا الفساد وهذا الاستبداد اللي كيحكمنا في هذه البلاد لدرجه انه بغاو يخليو المحاماه حتى هي طبقيه ماشي لواحد الطبقه اللي تكون في المحاماه وتكون في القضاه يحكموا حنايا بنات الشعب وبنات الشعب يبقاو دائما يعني في كومبارس هادشي لا يعقل من بعد انا شفنا كاع الملف المطلبي ديالكم شفنا الحيتيات وكلشي شفناه وطلعنا عليه مع الاصدقاء اللي معكم ومعنا رفاق ديالنا اللي معكم في مدن اخرى الملف ديالكم عادي يعني واضح وضوح الشمس رغم التخويف رغم وداك التهديد ديال الوزير العادل ولا غيره ولا كذا وهادشي هادشي يؤلم في الحقيقة باش فين المسؤولين فين عايشين واش عايشين في شي عالم اخر ما كيشوفوش انه الجرائد هضرات يعني الناس كان تصريحات كاين بعض البرلمانيين اللي هضروا كاين ولكن يعني كيسكيزات مش كيتسناو يعني وصلتوا لهاد الدرجة ديال الاضراب عن الطعام راه اقصى ما يمكن يدير الواحد هادي وللاسف عندنا في هاد البلاد يعني بعض التنظيمات اللي ناعسه سون فو في هاد الملف هذا ديالكم اللي فيه الترسيب ديال اعداد يعني ديالكم خصوصا انه هاد القضيه ديال المباراه وامتحان اللي هضرتوا عليه في البلاغات ديالكم ومن حق الناس يحتجوا وما تبقاش انا بالنسبه لينا حنا تيبان لينا الاحتجاج ما يبقاش غير في الرباط ولا في رأس لا يمكن المدن حتى هي تحتج لان كاينين بارتو الشباب والشابات اللي دوزوا امتحان ديال المحاماه احنا معاكم في قضيتكم شيء يؤلمنا حقيقه يعني نشوفوا يعني الاضرابات ولا اذن عند المسؤولين نورمالمون كنحيوا الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان اللي حد لكم ما قررت شيء لا يحتاج هذا ليس شيء الجمعيه كدعم اليسار بصفه عامه كيدعم والقوى الحيه اللي مناضله راه باينه كتدعم ومزيدا من الصمود مزيدا من النضال وما تاخذوهاش ملف ديالكم خاص لكم نتوما راه ملف ديال المغاربه الملف ديال المغاربه والمغربيات كاملين هذا راه ملف داز مباراه اخرى في وزاره العدل قبل اش كيتسمى منتدى القضائيين شيماء ياك نورا هذوك سميتو المنتدبين القضائيين حتى هما راه فيهم ما يتقال وكاينين يعني بانت يعني غير هما ما كانوش تكتلوا انتم ما تكتلتوا في هاد التنسيقيه ديالكم وهذا الشيء راه يمكن نقول لكم انه عام في البلاد راه ماشي فقط يلاه اللي بغا يدير حتى ملي كتخدم تيكونوا امتحانات الترقيه فيه باك اللي عنده سيدو ولا عنده لالا للاسف هادشي كنعانيو منه حتى في القطاعات اللي حنا خدامين فيها كنعانيو منه
هذا كتلقاو نتوما درتو واحد البحث مهم، شفتو لي كارت ناسيونال، شفتو كذا، شفتو داكشي كامل اللي دارت التنسيقيه الوطنيه، شيء مهم باش يفتح هذا الفساد ديال هاد الناس هادو. اذا كنجدو التضامن معكم، يعني في المقر ديالنا راه مفتوح في وجهكم، المقر ديالنا هنا في تمارا راه مفتوح في وجهكم، حنا قلنا لكم قلنا للممثلين ديالكم وكنعاودوه بهاد المناسبه، وكنحيي هاد الجرائد اللي حاضره، الجرائد الوطنيه اللي كتقوم بواحد المهمه نضاليه، فيها البعد النضالي الانساني باش يجي ويغطي وهاد الشيء، وخص تنشر هاد الشيء في العالم. لو كانت حتى الترجمه ديال الملف المطلبي ديالكم بشي لغه اخرى، السبليونيه ولا الفرنساويه ولا الانجليزيه ولا كذا، هذا هو الضغط. حنا ما عندنا، حنا سلميين، ناس سلميين، الله عندهم حنجره كيهضروا الصوت. ومزيدا النضال والصمود والوحده، هذا هو اللي استاذ. واحد السؤال عافاك، كيف ما تتعرف بان هاد المضربين عن الطعام لجؤوا لمجموعه من المساطير القانونيه، من بيناتها لجؤوا لمجموعه من المؤسسات الوطنيه، وما خداو هاد الاضراب عن الطعام حتى فقدوا الامل في المؤسسات. شنو ممكن تقول لنا نتوما كممثلين ديال واحد الحزب اللي معروف على المؤسسات في البلاد عندنا، واش مازال حنايا خصنا اعوام من النضال باش على الاقل نفصلوا السلطات، وعلى الاقل تكون شي مؤسسه الى جانب يعني المطالب ديال الشعب المغربي بشكل عام. حنا الملف المطلبي ديالكم عندنا، وعندنا عارفين كاع الخطوات اللي دارت، من البدايه حتى الان، عارفين هاد المساطير. داروا يعني وجهوش المحكمه الاداريه شكايه الى اخره، هادشي كامل عرفنا، وعرفنا الاحتجاجات اللي درتو فيها قدام البرلمان وفي وزاره العدل الى اخره، هادشي كله عارفينه. ولكن خصكم نعرفوا اننا حنا كمغاربه ومغربيات، ان حنا كيحكمنا واحد اللوبي ديال التحكم، اللي كانت ردعاتو 20 فبراير في 2011، ردعاتو ورجع اللور من بعد 10 سنين، رجع عن طريق انتخابات مزوره. كلنا كنعرفوا هذا الشيء، عن طريق البيع والشراء واستعمال المال المفرط والانحياز السلبي للسلطه، ها هما رجعوا كيحكموا. بدا ما العمل؟ شنو خصنا نديروا حنايا؟ ما عندنا الا نضغطوا بجميع الوسائل المشروعه. حنا سلميين وغادي ندافعوا وغادي نديروا يد في يد كاملين. هذا الملف ديالكم راه ملف ديال الجميع، ديال المغاربه. هذا هو اللي عندي في النقطتين. واش نقله الاستاذ حتى لهالدرجه؟ واش نقله لهالدرجه تنشوفوا حزب واحد اللي جاء تعاطف مع هاد المضربين عن الطعام وجا زارو؟ ولكن غير الاحزاب الاخرى ما عرفت. انا بالنسبه لينا من النهار الاول استقبلنا، عقلت على هاد الاخت والاخ ومجموعه، انا ما هذا حضروه في البرلمان، تلقى وكذا ودار اللي يمكن يدار. ولكن واش حنا قلال؟ حنا قلال. اولا خصنا حنا كاملين المغاربه يبلغوا واحد المشترك بيناتهم في هاد الملف والملفات، لان الملفات مشتركه. الا لاحظتوا اللي نجحات، يعني اللي نجحات كديناميات، نجح 20 فبراير من خلال ملف مطلبي ديال الجميع. ما دخلوش للديتاي يبداوي باش يكون التفريقه. لاحظتوا حراك الريف كيفاش نجح؟ لان بالور المشترك ما بين الناس، وشارك فيه المراه والرجل، الفقير والضعيف والغني والشاب والشابه، كلشي شارك باش يضغطوا. ورغم ذلك عطاوها، يعني ردموهم في السجن بواحد 20 عام لواحد وكذا، رغم انهم سلميين وما عمرهم قالوا شي شعار نقولوا راديكالي، نقولوا اسقاط النظام، ما عمرهم قالوا حراك الريف. كيقولوا مسائل عادله ومعتدله ومشروعه. دونك حنا المغاربه المغرب يعني للاسف عندنا خيانات. انتوا حنا المغاربه يعني وقت ما كتكون واحد الحركه غاديه كاين اللي كيحاول يفرانيها. شفتوا الاساتذه المفروض عليهم التعاقد، وشفتوا انتوما نيتي
اول احنا بالنسبه لينا راينا الذي قلت انايا كنقولوه بارتو نقولوه في البرلمان نقولوه في الشارع نقولوه في كذا هذا هو الراي اللي عندنا حاليا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.